قرار عاصفة الحزم لم يأتي متسرعاً، وسبقه جهد سياسي مكثف ومبادرات صادقة لم تصادف إلا جحوداً وعدواناً. هذا العلاج جاء بعد أن طرقنا كافة الأبواب. سلسلة تغريدات أطلقها كل من الدكتور أنور قرقاش وزير الإمارات للشؤون الخارجية والفريق ضاحي خلفان حول الحدث الكبير الذي يشغل المنطقة، وهو عملية عاصفة الحزم التي تشارك فيها دول الخليج وعدة دول عربية في تحالف تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، واستجابة لطلب الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي دفاعا عن أمن واستقرار اليمن وحفاظا على وحدة أراضيه وصيانة لأمن الدول العربية. إذا سمح لكل عميل إيراني بالانقلاب على الحكومات الخليجية أو العربية فتلك طامة كبرى. علينا أن نوظف الحزم والإرادة الخليجية التي تمثلت في إطلاق عاصفة الحزم لتعاون استراتيجي خليجي عربي أوسع يحصن عالمنا ويحفظ أمنه واستقراره. عاصفة الحزم أنشئت لها عشرات الهاشتاغات وحدت حولها كل المغردين العرب وكانت حديثهم الأول. أما أبرز هذه الهاشتاغات فهو هاشتاغ عاصفة الحزم الذي كان ثاني أنشط هاشتاغ في العالم بتغريدات فاق عددها 2,000,000 منذ لحظة إعلان السعودية بدء العملية العسكرية العربية ضد الحوثيين في الساعة 12 صباحاً بتوقيت السعودية. فكيف جاءت أولاً ردة فعل الشارع الإماراتي تويتري؟ عاصفة الحزم، هذا اليوم من أيام الكرامة العربية وأبناء الخليج يسطرون أروع البطولات فيه، اللهم احفظهم وانصرهم وسدد رميهم. الدول الخليجية والعربية تقول للعالم انظروا إلى قوتنا وإمكانياتنا التي استهان بها الكثير من دول الغرب. مشكلة الخليج ليست مع الشيعة، فهم مواطنون كل في دولته، لكن مشكلته مع إيران. أين الأوغاد الذين كانوا يقولون الإمارات تدعم الحوثيين؟ وكما الإماراتيين ركز المغردون العرب على معنى هذه العملية التي جسدت وحدة وتضامنا عربيا بمختلف الأطياف، متداولين صورا من الشارع اليمني الذي عبر عن شكره للدعم السعودي والعربي في حربه ضد الحوثي. عاصفة الحزم، وحدة خليجية عربية إسلامية تتشكل في ساعات لمواجهة إيران وشرذمتها الحوثية وتلبية لنداء المستغيث من أهلنا الطيبين في اليمن. عاصفة الحزم ليست حربا طائفية، بدليل أن دول الخليج شاركت بضرب داعش والسعودية واجهت القاعدة، الحرب ضد الفوضى والتدخل الإيراني. إلى صقور سلاح الجو الملكي السعودي، الله يحفظكم يا من تدافعون عن مصلحة الوطن العليا، البلد كلها معكم، رسالة مواطن. عاصفة الحزم ستعقبها أمطار الأمان والاستقرار في اليمن الغالية على قلوبنا. أنا لليمن أن تعود سعيدة بعد أن عاث الحوثيون فيها خرابا ودمارا.